تحديدا. أنا رسام فردي كنت من الفاشلين، لكن بفضل الله بتشجيع أهلي بتشجيع المجتمع لي قدرت أحدث طموحي. تبدأ القصة من بدايتها. في بداياتي دخلت مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة. كملت فيها إلى السنة الثالث ابتدائي بشكل طبيعي بدون أي مشاكل الحمد لله. بعدها قررت إدارة المدرسة إنها تنقلني إلى مدرسة عامة عشان أتأقلم مع بقية الطلاب في المدرسة. وقتها واجهت بعض الصعوبات في المدرسة، زي مثلا الأطفال يتعلقوا في العربية ويجلسوا يقولوا شوفوا هذا كيف ما يمشي مسكين، لكن الحمد لله قدرت ما أتحسس من ده الموضوع وإني أبادر للطلاب وأتجرد منهم. ألين ما صار عندي صديق واثنين وثلاثة وأربعة، ألين ما تأقلمت مع بقية الطلاب. بعدها بدأ عندي ألم في العمود الفقري بسبب الجلسة الطويلة. في السنة الخامس ابتدائي في نفس المدرسة، وقتها رحنا للطبيب أنا والوالد، فالوالد ما يدي العافية قال لي كم المنازل، لازم ما كانت عندي الرغبة إني أسمي المنازل، سبت الدراسة نهائيا وجلست في البيت. تعرفوا جلسة البيت وطفشها والفضاوة، هذا الوالد ممكن اسمع له تحية؟ شكرا. وقتها كنا في البيت وجاء الطفشان تعرفه، قعدت على اللابتوب يوم من الأيام شفت برنامج الفوتوشوب، دخلت عليه شدني جدا وحبيت إني أتعلم هذا البرنامج إيش وإيش يسوي ويعني هو يحز إيه بالضبط. فبدأت أتعلم حبة حبة عليه عن طريق دروس عبر الإنترنت، دروس عربية، ألين ما بدأت وتعلمت الدروس الأساسية كلها. بدأت في الدروس الأجنبية وصرت أنزل أعمالي على السوشيال ميديا. هذه بعض أعمالي. طبعا هذه في مجال دمج الصور اللي كلنا نعرفه. في بعد مجال دمج الصور عام 2011 بدأت في مجال الرسم الرقمي. مجال الرسم الرقمي بدأت عام 2011 عن طريق برضو السوشيال ميديا. فسرت يعني أنا أيام الابتدائية كنت شاطر في الرسم على الورق، ليش ما أبدأ وأرسم وأنا مسدوح عن طريق الكمبيوتر ويكون ظهري مرتاح وكل شيء تمام. فالحمد لله بدأت في دروس عن طريق النت وتعلمت الديجيتال آرت. أوريكم أول رسمة سويتها. أول ما بدأت طبعا كان جدا مستواي سيء زي ما انتم شايفين، لكن الحمد لله ما يئست وقدرت أطور من مستواي
إلى أن أصبح بهذه الشكل. الحمد لله في هذه الرسومات بأرسلها عن طريق الانستغرام للناس، وهذه بفين الرئيسي. وفي منها تسليم يد بيد عن طريق الناس يعني في جدة. مجال الرسم جاتني فترة ثالثة، واللي هي مجال الطباعة. اقترحت على الوالد، قلت لي ليش ما تدعمني براس المال وتجيب لي المساين، وانا واثق 100% ان المشروع حينجح وحيكون له اقبال على تصاميمي وعلى منتجاتي. شمال اتحادية كتير. طيب حلو. فبعد كده الحمد لله قدرت اوصل للناس عن طريق السوشيال ميديا، وصارت تجيني طلبيات كتير من جميع انحاء العالم، وبارسلها عن طريق فيدس وشركات الشحن المعروفة. اللي جاي أقوله اليوم إنه الإعاقة ما هي إعاقة الجسد، طبعا أنا بناقش في الأعمال شوية مشاكل اجتماعية، فزي ما أنتوا عارفين أنا ما بقول لكم اليوم جاي أقول لكم رسالة للمجتمع، هي إن الإعاقة ما هي إعاقة الجسد، الإعاقة إعاقة العقل والروح. طيب وفي النهاية عندي عمل بسيط أحب أهديه للأستاذ بندر المطرد. يا ريت تشرفنا هنا أستاذ بندر. أستاذ بندر المطلق. شكرا لكم جميعا.